إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع العلم الشريف أو أشرف العلوم، وشرف العلم كما قلنا وتحدثنا مرارا من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. قبلها أقول: كل الناس يغدو فبائع لنفسه فمعتقها أو موبقها، فمن باعها للرحمن فقد أعتقها، ومن باعها للشيطان فقد أوبقها. وأقول: الرب يحب العبد أن يكون في ديمومة الخير وفي ديمومة في العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حتى وإن حدث للمرء فتور في العبادة، فلابد أن يكون فتوره إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسلخ للمرة. وكما سنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أيمانه أنه يقول لا ومقلب القلوب، فإن المرء يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، لأن القلوب بين يدي الله جل وعلا، والله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه. والرجل الذي يسعى في الخير ويبتدر الخير ساعيا إلى الله كأن لسان حاله يقول وعجلت إليك رب لترضى، فهذا الذي يوفقه الله للخير ويجعله على الثبات إلى الممات. أقول: تكلمنا عن الشركيات، والمصنف ابتدأ في الشركيات بالأهم ثم المهم، لأن القواعد الصحيحة أن تبدأ بالأهم ثم تنزل إلى المهم. فبدأ بالشرك في النيات، وكان هذا هو أخطر الشرك. أخطر الشركيات هو شرك القلوب وهو شرك النيات. فتكلمنا عن شرك النيات وهو الرياء، ثم تنزل لدرجة أخف من درجة شرك النيات وهو شرك الأقوال وهو الحلف بغير الله. سنتكلم عن القسم بغير الله في مباحث. المبحث الأول حد القسم أو تعريفه. المبحث الثاني نتكلم بأن القسم يكون من الخالق ويكون من المخلوق. فإذا كان من الخالق سنبينه، وإذا كان من المخلوق فهو أنواع ثلاثة: مباح، جائز، متحفظ عليه، محرم، ممنوع، شرك. وهذا هو أصل ما سنتكلم عنه. فالقسم من المخلوق على ثلاثة أنواع: النوع الأول مباح وجائز لكن يتحفظ فيه، النوع الثاني ممنوع محرم، النوع الثالث شرك. ثم نتكلم عن مسائل تتعلق بهذا اليمين: كفارة اليمين، هل الحلف بالطلاق يعتبر يمين أم لا، الاستثناء في اليمين يجعل اليمين ينعقد ولا ما ينعقد. الأول نقول تعريف اليمين. سمي يمين، قال العلماء باللغة أو في اللغة هو اليد، لأن الرجل كان يأخذ صاحبه بيمينه فيعقد القسم. وفي الشرع هو توكيد الحكم بذكر معظم مخصوص أو على وجه مخصوص. هو توكيد الحكم أي الذكر اللي أنا أقوله. لو قلت مثلا والله لآكل، أو والله ضربت فلان، والله إن محمدا قتل أحمد مثلا، فالحكم أنه قتل. وعشان أؤكد الحكم ذكرت معظم. من المعظم هنا في القسم؟ الله جل وعلا. فهو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. الوجه المخصوص هو أدوات القسم، وأدوات القسم هي الواو والباء والتاء. كأن تقول والله لأضربن أحد. قال روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا، فأقسم بالله. الشاهد من الحديث والله لأغزون قريشا. وأيضا الباء وهي أعمها، الباء من أدوات القسم. تقول بالله لأكلن السمك. قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. كذلك التاء من أدوات القسم. تقول تالله لآتينك بخبز.
قال الله تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هذه أدوات القسم. فإذا قلنا بذكر معظم فلا معظم ولا عظيم وليس له التعظيم المطلق إلا الله جل وعلا. وهذا هو أهم ركن في القسم، أن القسم إشعار بتعظيم المقسم به. فإذا قلنا بذكر معظم فالمعظم الحق هو الله جل وعلا. قال الله تعالى هو العلي العظيم، تأكيد هو العلي العظيم. وقال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا تعظيما، أي أن هذا التعظيم والإجلال والهيبة لا تكون إلا لله جل وعلا. وقلنا القسم يكون من الله الخالق ومن المخلوق. أما القسم من الخالق فلله أن يقسم بما شاء من خلقه ولا يعترض علينا معترض. يقول نهانا الله أن نقسم بغيره وهو أقسم بغيره، لأن الله بقسمه هذا من فعله، والله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله يقسم بما شاء من خلقه، لأن قسم الله بمخلوقاته فيه دلالة على عظمته وقدرته وعلى لوازم ربوبيته، لأن الله جل وعلا خلق هذا الكون البديع ليبين لك دلالة قدرته ودلالة عظمته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فهذه كلها دلالات على عظمة الله ولوازم ربوبيته. فأقسم الله بالسماء بأنواعها بشتى ما فيها من بديع، قال والسماء ذات البروج، ذات البروج واليوم الموعود والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. وأقسم الله بالليل والنهار لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، لأن هذه دلالة على عظمة الله جل وعلا. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وأقسم بالضحى، قال والضحى والليل إذا سجى. وأقسم بالنفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وأقسم بالنازعات، الملائكة التي تنزع أرواح الكفار والعياذ بالله، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وأقسم أيضا بالذاريات، الملائكة أيضا تذر الرياح، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. وأقسم بغير ذلك كثير. وما أقسم الله بحياة أحد قط إلا بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة متضمن دلالة عظيمة على إن أفضل عمر وأفضل حياة وأعظم أوقات عاشها بشر على وجه البسيطة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهي حياة محمد صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا أن حياة محمد صلى الله عليه وسلم إشراقة نور انتشرت على وجه البسيطة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولذلك أقسم الله بحياته، ولعظم حياته فإن الله لما أنهى محمد صلى الله عليه وسلم رسالته قال غار أن يبقيه في هذه الدنيا التي لا تساوي عنده جناح بعوضة، فخيره بين أن يكون مع الرفيق الأعلى أو يكون في هذه الدنيا الفانية، فقال اللهم الرفيق الأعلى. أقسم الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمرك، أي وحياتك، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالقسم من الخالق يقسم بما شاء من خلقه دلالة على حكمته وعظمته وربوبيته، وهو من فعله ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. القسم الثاني القسم من المخلوق. والقسم من المخلوق الكلام عليه أولا أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقسم بأحد غير الله جل وعلا، بل حرام عليه أن يقسم بصنم أو شجر أو حجر أو نبي أو ملك أو شمس أو قمر، لا يقسم إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني لا يحلف أحد غير الله. وقال في رواية أخرى من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية عن عمر لا تحلفوا بآبائكم ولا لا تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي رواية قال لا تحلفوا بآبائكم ولا ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، وإن حلفتم فاحلفوا بالله وكونوا صادقين، أو كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الحلف بالأمانة، ونهى عن الحلف بالطغاة، لا تحلف إلا بالله جل وعلا. والحلف بالله يكون بذات الله، بذاته، تقول والله العظيم لأفعلن كذا، بذات الله أو بأسمائه، والغفور والرحيم والحي والقدير والعظيم، وبصفاته سواء صفات الفعل أو صفات الذات، تقول وحياة الله، هذا قسم صحيح، وقدرة الله وعزة الله وجلال الله، هذا قسم أيضا صحيح. فالقسم بالله يكون بذاته أو بصفاته أو بأسمائه الحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك. ففي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر في قسمه لا ومقلب القلوب. هذا قسم بإيش؟ ها؟ بالصفات؟ أي صفات؟ ذات ولا فعل؟ أحسن، صفات الله الفعلية، لأنه يقلب القلب، يمسي المرء كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، لا ومقلب القلوب. وكان دائما كما في الصحيح يقول: والذي نفسي بيده لئن إني لأتقاكم من الله وأخشاكم. وفي الصحيح أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: إني لأعلم أنك إذا كنت غاضبة علي أو راضية. قالت: كيف تعلم يا رسول الله؟ قال: إن كنت راضية أقسمت فقلت ورب محمد، وإن كنت غاضبة قلت ورب إبراهيم. فقالت: نعم يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. فكانت إذا رضيت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ورب محمد لأفعلن كذا، وإن كانت غاضبة على النبي صلى الله عليه وسلم من فعله مثلا فتقول، للنساء نقصت عقل ودين، يتقلبن حتى يتأمرن على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني تحسن لها الدهر كله، فإذا رأت منك شرا واحدا قط قالت: ما رأيت منك خيرا قط، يكفرن العشير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما أهجر إلا اسمك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم كما قلنا، يقسم دائما بالله جل وعلا بذاته أو بصفاته. ابن عمر رأى رجل أمام الكعبة يقول: والكعبة لأفعلن كذا، فنهاه فقال: هذا حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلف بالكعبة، ولكن احلف ورب الكعبة. رواه النسائي والترمذي وصححه، قال: ورب الكعبة. فالقسم يكون بالله وبذاته وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا. أختبركم الآن، النعامة التي تنزل من السماء، المطر، هذا أليس هذا من فعل الله؟ من الذي أنزله؟ طيب، نبت الذرة والحشيش، ونبت التفاح والفاكهة، فرجل قال: والنعمة لأفعلن كذا، هذا قسم صحيح أم قسم خطأ؟ خطأ. لما خطأ؟ ها، لما خطأ؟ ليش؟ ما هذا من فعل الله، النعمة هذه من فعل الله، ونحن قلنا نقسم بالله يعني بذاته أو بأسمائه أو بصفاته سواء صفات فعلية أو ذاتية. نعم، أحسن. النعمة هذه مفعولات لله مش فعل لله، مفعولات لله يعني أثر فعل الله، قال الله للبذرة كن فكانت، فهذا كان أثر فعل الله جل وعلا. فالقسم بفعل الله لا بمفعولات الله جل وعلا. لو أقسم رجل قال: وعزة الله لا أفعلن كذا، هذا قسم صحيح أم لا؟ لما؟ قسم بصفة، صفة صفة ذات. طب قال: وحياة الله لا أفعلن كذا، صحيح؟ وجلال الله. طيب، فهذا القسم من المخلوق أن يقسم بالله بذاته أو بأسمائه أو بصفاته. نقول أنواع القسم للإنسان ثلاث: الأول مباح، وهذا القسم إذا استدعت الحاجة أن تقسم، يعني تكلمت مع رجل بكلام يعني بين لك أنه متشكك في كلامك، فهذه الحاجة استدعتك أن تقسم، فتقول: والله كلامي صحيح، والله إني لأتقي الله، والله إني على ذلك لحفيظ عليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اتهمه الرجل، هذه قسمة ما يرد بها وجه الله، فقال: والله إني لأتقاكم، قال: والله، فأقسم بالله جل وعلا. ولما شفع له أسامة في أن لا يقيم الحد على المخزومية قال: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فأن تقسم بالله، لك أن تقسم بالله عند الحاجة، لا عمال على بطال، عند الحاجة أن تقسم بالله جل وعلا. كما مثل رجل أراد منك أوراق فأخذ الأوراق، ثم بعد ذلك جاء ثاني يوم فقال: الأوراق هذه ناقصة، تشكك في نفسي، ثم آسف في هذا اللفظ تنطع فقال: لعل عنده سند شرعي، فخبأ هذا الورق اللي فاضل، خبأه للسند الشرعي، هو متشكك أصلا،
أراد أن يغطي هذا فقال لعل عنده سند شرعي فشالوا لنا أثق فيه أنه عنده سند شرعي يخبئه. والرجل قال لك أمس والله ما عندي إلا هذه الأوراق. فدي تدعو الحاجة أنك تقسم له ثاني والله ما عندي إلا هذه الأوراق. فهذا النوع من القسم مباح عند الحاجة. لكن هل يمكن لي كسرة الحلف؟ نقول هذا محظور، وإن كان أصل الحلف مباح لكن كسرة الحلف منهي عنه، والله جل وعلا شدد النكير على الذين يكسرون بالحلف، قال ولا تطع كل حلاف مهين، وقال جل وعلا مبينا لنا أن نحافظ على أيماننا قال واحفظوا أيمانكم. قال ابن عباس أي لا تكسروا من الحلف، لأن احنا قلنا أن الحلف معناه إيش؟ تعظيم بالمحلوف به. فأنت إذا أكسرت القسم كأنك تستخف بالذي تقسم به والعياذ بالله، لكن لو قللت منه بينت أن هذا عظيم، فأنا ما أقسم إلا في العظام، في الأمور التي إيش لي حاجة ملحة أن أقسم فيها، فالقسم لا يكون إلا عند الحاجة. وكسرة الحلف أنكرها الله، بل أنكرها رسوله صلى الله عليه وسلم مدللا على التحريم كما في الطبراني بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم ورجل اتخذ الله بضاعته والعياذ بالله، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يأتي ليروج السلعة يقول والله هذه السلعة جيدة، والله كذا والله كذا، يقسم كثيرا، اتخذ الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. فهذا دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم الشديد والوعيد الأكيد على أن من يكثر حلفه فهو منبوذ عند الله جل وعلا. يخرج من ذلك استثناء وهو اللغو باليمين، كالذي يقول لا والله بلا والله، إذا كلمته يقول لك لا والله بلا والله، اجلس والله، اطعم معنا والله، فهذا لغو اليمين، فهذا لا يدخل في كثرة الحلف. كما قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لغو اليمين هو قول الرجل لا والله بلا والله. فهذا هو النوع الأول مباح ولكن لا نكثر منه، لأن الذي يكثر من الحلف هو عند الله كذاب. ولا تطع كل حلاف مهين، والذي يتخذ الله بضاعة فهذا منبوذ عند الله جل وعلا. النوع الثاني هو النوع المحرم، وهو القسم بالله ليروج سلعة، اليمين الفاجرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم المنفقة للسلعة الممحقة للبركة. يعني يأتي مثلا بسماعة تليفون فيقول والله هذه السماعة أصلية، وتكون هذه السماعة ليست بأصلية، ويقسم بالله على ذلك حتى يروج هذه السلعة. فهذه اليمين قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يمين، وصفها منفقة للسلعة ممحقة للبركة، وهي يمين فاجرة، وهذه اليمين محرمة. كذلك من الأيمان المحرمة القسم أو اليمين الغموس. واليمين الغموس بعض العلماء أطلقه قال هو الحلف عمدا على شيء مضى كذبا، يعني يعلم أن الشيء الذي فات هو يقسم عليه كذبا أنه حدث أو لم يحدث، يحلف بالله جل وعلا على شيء مضى كاذبا، فهذا يمين غموس ليس له كفارة. ومعنى أنه غموس أي يغمس صاحبه في الإثم وفي النار وليس له كفارة. وبعض العلماء قال اليمين الغموس مقيد بأنه يقتطع مال امرئ مسلم، للحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبائر ذكر منها اليمين الغموس. فقال له رجل ما اليمين الغموس يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقتطع بها المرء مال امرئ مسلم، يقتطع بها المرء مال امرئ مسلم ظلما، فهذا هو اليمين الغموس، يعني يقسم بالله أن له قطعة أرض وليست له، وهو يعلم أن هذه الأرض ليست له كاذبا، يقول والله هذه الأرض لي، وهو كاذب فيها ومتأكد أنه كاذب، ومع ذلك إيش يقتطع مال المرء المسلم بهذا اليمين الكاذب، فهذا ليس له كفارة إلا أنه يغمس في نار جهنم. طب كيف يفوت من الله جل وعلا؟ يتوب توبة نصوح ويرجع الحقوق إلى أهلها. هذا هو النوع الثاني من قسم المخلوق. النوع الثالث وهو النوع المهم من قسم المخلوق وهو القسم الشرك، وهو الحلف بغير الله جل وعلا، سواء الحلف بالقمر أو بالشمس أو بالشرف أو بالأمانة أو بالبدوي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رواه أحمد والحاكم والترمذي وصححه، قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وفي رواية: فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يشدد على الحلف بالأمانة، قال: من حلف بالأمانة فليس منا. آنفا ذكرنا ابن عمر سمع الرجل يقول: والكعبة، قال: لا تحلف بالكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكن قل: ورب الكعبة. فالحلف بغير الله شرك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الشرك شرك أصغر، لا شرك أكبر. ونحن ذكرنا قاعدة: أي دليل جاءنا يصرح بالشرك فهو على الشرك الأكبر، إلا أن تأتي قرينة تصرفه عن الشرك الأصغر. طب ما هي القرينة التي صرفت لنا الحلف بغير الله من شرك أكبر لشرك أصغر؟ هذه القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها كفارة. جاءه سعد بن معاذ قال: يا رسول الله، إني أقسمت باللات والعزة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، فهذه كفارة لما قلت. قل لا إله إلا الله، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخل على يسارك ثلاثا. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، يعني هذه كفارة له. فهذا هو الشرك الأصغر. وما وجدت أحد من العلماء تكلم في القسم بغير الله أنه شرك أكبر إلا الشوكاني. كل العلماء يقولون أن الشرك الأصغر القسم بغير الله شرك أصغر لا يخرج من الملة إلا الشوكاني، في رسالة لطيفة له اسمها الدر النضيد، قال فيها بعدما سرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الحلف بغير الله، قال: لا تحلفوا بآبائكم، ولكن احلفوا بالله، إن الله ينهاكم على أن تحلفوا بآبائكم. فقال عمر: والله ما ذكرت ذلك لا آثرا ولا ذاكرا، يعني ما أثرت عن أحد، يعني ما قصصت عن أحد يحلف بغير الله فقلت إن مثل علي أو أحمد أو فلان قال والنبي أو قال وحياة كذا، ما حتى آثر ذلك عن أحد، صمت فلم يقسم إلا بالله جل وعلا. بعدما ذكر هذه الأحاديث قال: وقد تبين في دواوين الإسلام من هذه الأحاديث أن من أقسم بغير الله خرج من الملة. معنى أنه يقول خرج من الملة، أي هذا كفر إيش أكبر. ثم قال: لأن القسم بغير الله مظنة لتعظيم غير الله. فنقول آخر كلامه يرد أول كلامه، قال مظنة لتعظيم غير الله. ونحن نقول أن بالنسبة للتكفير أو أن أنا أخرج أحد من الملة لابد أن يكون عندي دليل أوضح من شمس النهار، لأن التكفير هذا أمر جد خطير، ولا يمكن للإنسان أن يخرج أحد من الملة إلا بدليل واضح من كتاب الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهو إذا قال مظنة التعظيم فنقول له حتى ولو كان مظنة فهذا لا يدخل في الشرك الأكبر، لأننا بغالب الظن لا نكفر أحد. فإن قلنا أنه مظنة التعظيم لابد أن نعقب ونقول: هل دل من قسمه أنه وصل بتعظيمه إلى تعظيم الله جل وعلا؟ لو وصل بأنه عظمه مثل ما عظم الله يكفر ويخرج من الملة. بالمثال يتضح المقال، بمعنى شرذمة من الصوفية يقسمون بغير الله، وبالقسم هذا يدل دلالة واضحة على أنهم يعظمون المقسم به أكثر من تعظيمهم لله جل وعلا. إذا أوقفت الرجل فقلت له اقسم بالله، يقسم بالله 100 قسم كاذبا ولا يهمه. فإذا قلت له اقسم بالبدوي أو عبد القادر الجيلاني أو بالعباس أو بأبي الدرداء أو اقسم بالملك الفلاني تراه يرتعد يخاف ولا يقسم إلا 6. فهذا دلالة منه وقرينة على أنه هو يعظم هذا الميت أو هذا الولي أكثر من تعظيمه لمن؟ لله. بل ودلالة على تقترن بتعظيمه لهذا أنه يعتقد في قلبه أن هذا الولي يملك له النفع ويملك له الضر، لأنه لو كذب بالقسم بالولي يخشى أن الولي إيش يضره أو ينفعه أو يجب له النفع. فهذا دلالة على أنه عظمه فوق ما يعظم الله جل وعلا. فالأصل في القسم بغير الله أنه شرك أصغر ولا يصل للشرك الأكبر إلا إذا عظم المقسم به كتعظيمه لله. فإذا أقسم رجل بالنبي، النبي عظيم صحيح ولا لا؟ عظيم صلى الله عليه وسلم، لكن لو أقسم بالنبي ورفع النبي لدرجة الله أي لدرجة التأله فهذا كفر وشرك ويخرج صاحبه من الملة. طب كيف نعرف؟ إذا خيرت بأنه يقسم بالله أو يقسم بالنبي، فيقسم بالنبي ويقسم بالنبي صادق، ويجي يقسم بالله يقسم بالله إيش كاذب، يبقى هذا عظم محمد عن الله جل وعلا. فالأصل في القسم بغير الله أنه شرك أصغر
إلا أن يعتقد في قلبه أن المقسم به هذا يساوي الله أو يعلو عن عظمة الله جل وعلا. يبقى إشكال في أمر الشرك الأصغر هذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نقسم بغير الله وبين أنه شرك، فهل يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك؟ وهل يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله؟ لا. فأنا أتيكم بأحاديث تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بغير الله، فلا بد لنا من إجابة عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يشدد ويقول من حلف بغير الله فقد أشرك، وهو يقسم بغير الله. في الصحيحين جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أركان الإسلام، فذكر له الصلاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد، الزكاة، الصوم، إلى أن وصل الحج، ثم قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه. وأبيه الواو هنا واو إيه؟ واو القسم مش عطف. نقولنا أدوات القسم الواو والباء والتاء. قال أفلح وأبيه إن صدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأبيه، يقسم بأبي الرجل، قال أفلح وأبيه إن صدق. أنتم تقرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد كل البعد عن الشرك، وبعيد كل البعد عن أن ينهانا عن أن نقسم بغير الله فيقسم هو بغير الله. تقرون بذلك ولا لا تقرون؟ تقرون بذلك؟ طيب كيف تجيبون عن هذا؟ لابد لها من تأويل، يأتوني بالتأويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أفلح وأبيه إن صدق. ورواية أخرى جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني عن الصدقة، قال أما وأبيك، وهو هنا هو قسم أيضا، أما وأبيك لأنبئنك أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى إلى آخر الحديث. فأقسم بأبي أيضا، قال أما وأبيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، وهو يقسم بغير الله. كيف نجيب عن هذا؟ هل النبي وقع في الشرك؟ حاشا لله. طيب كيف نجيب عن هذا؟ أجيب أنا أم تجيبون أنتم؟ تفضل الصلاة. توافقون؟ ثم بعد ذلك أتى النهي عن الحلف بغير الله. طيب توافقون على هذا؟ ما توافقون؟ أنا أوافق. نعم أنا أوافق على هذا. ها الإجابة الثانية. نعم طيب توافقون على هذا؟ توافقون على إجابة هذا الأخ الكريم يقول هناك محذوف أفلح ورب أبيه مش أفلح وأبيه. هو الأصل في لغة العرب عدم الحذف وعدم الإضافة إلا أن تأتي قرينة أن يضيف. توافقون على هذا؟ كلامه معناه يعني هذا ممن جرى عليه العرب، يعني كلام جرى عليه العرب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة تربت يداك. تربت يداك كناية على الفقر، ما بيدوش عليها بالفقر، لكن هي كلمة مرت على لسان العرب. توافقوه؟ توافقوه؟ وأنا أوافقه أيضا. إيش ثاني؟ نعم ثاني أوافقك على هذا أيضا، بس كل هذا ضعيف خلي بالك. نعم هذا الحديث هنبينه. تقولون ومحمد والكعبة وتنددون وتشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. طيب الإجابة عن هذا أفلح وأبيه يعني إيش؟ يعني في محذوف ورب أبيه. طيب سبق هذا الرجل النسخ، نوافق على هذا. في حد عنده إجابة ثانية؟ تفضل يا شيخ كامل. لا ده عمرك دي انا سايبها لكم، ده الاشكال اللي انا هقول لكم عشان تجيبوا لي الاجابه بتاعته الاسبوع القادم. ده انا حجزه ليكم هذا. مفيش لعمرك. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عنه قال لعمري هذه الهديه التي اخذتها، اقسم بحياته هو. ده اشكال لازم انتوا اللي هتجيبوا عنه، هتبحثوا وهتجيبوا عنه. انا اجيب لكم الاجوبه. نعم اتفضل. ما هو النسخ يبقى داخل في النسخ. اقول هذه الاجابات كلها افترضها العلماء. العلماء أطالوا النفس في هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفع راية التوحيد وحفظ جناب التوحيد كيف يقسم بغير الله، وهو الذي قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فأطالوا النفس في الإجابة عن هذا الحديث. سبعة أقوال، خمسة أقوال، تسعة أقوال، 13 قول. أقول لكم إجمالا على خمسة أوجه أو ستة أوجه. والوجه الصحيح ما هو؟ الوجه الأول
ما قاله ابن عبد البر، قال هذه اللفظة منكرة، هذه شذة ليست بصحيحة. طبعا منكرة علم الحديث عن المخدوم، لفظة منكرة شاذة. ليش شاذة؟ قالت تخالف الأحاديث الصحيحة. جاءت هذه الروايات أيضا في الصحيح، أفلح والله إن صدق. فقال أفلح والله إن صدق، وهذه أفلح وأبي، فأفلح وأبي هذه إيش؟ شاذة، فتطرح ضعيفة، وهذا القول أضعف مما يكون. ليش؟ لأن البخاري ومسلم اتفقوا على تخريج هذه اللفظة، فهذا أقوى ما يكون في الصحة، بل العلماء الأثبات المتقدمون يصححون هذه اللفظة، فهذا القول ضعيف. القول الثاني قالوا حدث تصحيف. يعني ايه تصحيف؟ زمان ما كانوش بيكتبوا التنقيط، النقط والتشكيل، كانوا بيكتبوا الكلام من غير تشكيل ولا نقط ويقرؤوه، لان هي لغتهم لغة العرب صليقة، ماشي. فقال بعدما نسخ الحديث افلح وابيه، افلح والله، فصحفت على الراوي الذي ينسخ، فقال افلح والله فصحفت عليه فكتب ايش؟ افلح وابيه. وهذا بعيد كل البعد، اجعل الله ابي بعيدا، ياء وباء، وهنا ما فيش نقط خالص على كلمة الله، فأمر التصحيف ده أيضا ضعيف. الجواب الثالث، وهذا أوجه الأقوال، ارتضاه النووي، وهو قول أيضا لابن عبد البر، أن هذا مما جرت عليه عادة العرب، كلام من الكلام العرب، كما يقول ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك يعني إيش؟ يعني أمك سواطت عليك، يعني أهلكتك أمك، مت عنها خلاص. وهذا ليس مش دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ على معاذ، ده مما جرى عليه لسان العرب. هذا قول وجيه لكنه ايضا فيه ضعف. ليش؟ لان سعد بن معاذ جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني اقسمت باللات، وكان ده مما جرى عليه ايش؟ العرب. فلو اقر النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول بانه مما جرى عليه العرب مسبوح به. لا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله وحده لا شريك له، ثم ادفل ثلاثا على يسارك. الوجه الرابع، فهمتم الوجه الثالث مما جرى عليه العرب؟ الوجه الرابع قالوا ان هذا خاص بالنبي، لان النبي اكمل الامة توحيدا واشدهم حرصا على التوحيد، وهذا من الشرك الاصغر منع سدا للذريعة، لان احنا قلنا الشرك الاصغر ذريعة للشرك الاكبر، انك ممكن تعظم المقسم به لدرجة تعظيم الله جل وعلا، فالنبي محمي من ذلك، معصوم، مش ممكن يعظم حد مثل تعظيم الله. نقول أخطأتم، هذا قول ضعيف جدا. ليش؟ لأن الأصل في الأحكام الخصوص، الأصل في الأحكام الخصوص، ليه ما سكتتم؟ الأصل في الأحكام الخصوص، أي حكم ينزل من الله على النبي خاص بالنبي ولا بالأمة كلها؟ عام. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، حول من يا أيها النبي إلى الأمة كلها، إذا طلقتم النساء. والله جل وعلا قال إيش؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا أن تأتي قرينة تثبت الخصوصية كالمرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة من دون الناس. فالأصل العموم. الوجه الخامس، وهذا الوجه هو أقرب الوجوه إلى الصحة، وهو دعوة النسخ اللي ابتدأ به الأخ صلاح الفاضل، إنه هو وجه النسخ، إنه هو أصلا كان في القديم مما جرى على العرب إنه يقسم بغير الله، يقسم بالآباء، ثم بعد ذلك ورد النهي، لكن لم يثبت حتى الآن لنا التاريخ، لأن الناسخ والمنسوخ لابد له من إيش؟ من تاريخ، المتأخر ينسخ المتقدم، ونحن لم نثبت التاريخ، لكن أتتنا قرينة على النسخ. إيش هي القرينة؟ أن عمر كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كحسب عادات العرب يقسم بأبيه، قال وأبي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فيهم، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذه قرينة على إيش؟ على النسخ. كنتم تحلفون بآبائكم، الله ينهاكم عن هذا ونسخ هذا الحكم، فالآن لا تحلفوا إلا بالله جل وعلا. فهمتم جواب الإشكال؟ فهمتم؟ يبقى أوجه الأقوال هو النسخ. الوجه الأول أنها لفظة شاذة منكرة، وهذا ليس بصحيح. الوجه الثاني أنه هو تصحيف، وهذا أضعف الأقوال. الوجه الثالث، وهو من أوجه الأقوال ما ارتضاه النووي وابن عبد البر، أنه يجري على لسان العرب. الوجه الرابع أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف لأن الأصل العموم. الوجه الخامس وهو النسخ. فهمتم؟ طيب يبقى إشكال آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا رقوا بالفاتحة وأخذوا المكافأة على الرقية، قال لعمري إن هذه لكذا، فأقسم بعمري. وهناك ستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بحياته، يقول لعمري كذا، لعمري كذا،
والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس توحيدا. هذا تدونه هذا الإشكال وتأتوني بالإجابة الأسبوع القادم. يبقى متعلقات بأمر القسم، وهو هل من أقسم بغير الله له كفارة أم لا، والحلف بالطلاق هل ده يمين ولا لا، والاستثناء في اليمين، ومن أقسم على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي التي هي خير. هل نكمل أم نقف ونكمل الأسبوع القادم ونبتدئ بعد كده بالشرك في الأفعال كالرقى والتمائم الأسبوع القادم؟ دسم شوية في أي سؤال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.